هزكت. بين إسرائيل كانت تعتبرك من أهم المطلوبين الفلسطينيين على قمة اللائحة. كريا زبيدي الإرهابي الأول كما كانت تصفه إسرائيل، استقبلنا بجينس وجاكيت قصير وبابتسامة مرحبة. كل شبر في جنين بذكرني في الانتفاضة وفي أيام المعركة مع الإسرائيليين. يعني هاي المنطقة اللي احنا هسا فيها هاي كانت كل الوقت تكون معسكر للجيش وبنطلقوا منها للمخيم. اقتنعت إسرائيل إنه توصل معسكر؟ بناء على قناعاتي أنا كمان وحكي، ممكن كمان إنه الإسرائيليين بيعرفوا إن أنا صادق. إذا بحكي إني بدي أوقف العمل العسكري معناته بدي أوقف العمل العسكري. شهد لتعاون المسرح القديم اللي حكيت لك عنه، مسرح الحجر، يوسف السويطي وأخوه كمان وأشرف أبو الهيجة وأرنا. الحرية بيوت الطفولة اسمها علم وحرية. احنا وقفنا العمل العسكري، يعني السبب الأكبر تبعها إنه بندقية كتاب الأقصى وبندقية المقاومة ضاعت بين غابة البنادق الموجودة هاي، حماس وسلطة وفلتان أمني هاي كانت يعني هي الضرب خلينا نسميها الضرب القاسي في ظهر المقاومة. خلال المراكز هاي اللي بنشتغل فيها احنا بنطلع عند المجتمع، هذا نطلع احكي خرج، وقف قدام جمهور، احكي قدام كاميرا، تستحيش تخجلش. إسا تقدر ترجع لبيتك؟ شو بده يصير؟ إسا أنا هو إسا.